سعيد بوقدير كاتب العام للاتحاد ديال فلاح تردان فرع كرة القدم. المهم تنشارك في اطار البطولة ديال قسم الرابع في المقابلة ديال مواجهة شباب وجان. على كل المقابلة انطلقت، الحكم بطبيعة الحال كان من الممكن انه يتخذ الاجراءات القانونية قبل ما تبدا المقابلة، بحكم ان المقابلة الان انطلقت والجهاز ديال الامن ما كاينش، وبالتالي حنا من واحد الناحية ما عندناش مانع بحكم ان طلع في الواقع ديال الاندية والاكراهات والمسائل كلها اللي تتعلق بهذه المسألة، ولكن من ناحية اخرى تنخوف ولا يوقع شي حاجة ولا يوقع شي مشكل في غياب الامن. هذا ما يمكنني نقوله، لان شخصيا ما عندناش مانع نلعبوا في هذه الظروف، ولكن واحد الناحية التخوف تيبقى وارد. وشكرا.